لما كنت أسمع سيرك زمان كنت أفكر إنه خيمة كبيرة وحصان وأسد وفيل بمشي على الطب وهالأشياء، هالأشياء اللي كنت أشوفها على التلفزيون. بس سيرك عندنا طلع شيء مختلف، مش سيرك تقليدي. اسمي نور أبو الرب، من جنين وسكان بير زيت، بشتغل مدرب وعارض في مدرسة سيرك فلسطين. اغلب الوقت بين 2000 و 2006 كان الانتفاضه الثانيه، كل ما يكون في جيش بالبلد يعني ما فيش مدرسه، بنصحى الصبح بنسمع منع تجول، ما فيش مدارس اليوم، نزلت الشنطه وننزل على الشارع، يبلش يعني يومنا بالشارع مش من الساعه 2، يبلش من الساعه 7. فيش كثير اشياء ايجابيه يعني ممكن الواحد ياخذها من الشارع. بال 2007 حكوا لنا انه راح يجوا ناس يزوروكم من مدرسه سيرك فلسطين برام الله. فحكينا لهم تمام نشوفهم يعني، بس ما كناش عارفين ايش بالضبط سيرك، شو يعني سيرك. اولاد ينطوا على بعض، يضربوا بعض، يزتوا معدات السيرك على بعض. فلازم نلاقي طريقه نقدر نحول هاي الطاقه اللي اكتسبناها ونحولها لطاقه ايجابيه. كثير دائما بين الاولاد الصغار كثير بيكون في نقاشات واشياء، ودائما بصير طوش ومشاكل يعني. ممكن بس اذا انا طلعت عليك وانت طلعت علي وحدا يعني كشر شوي هيك بوجه الثاني ممكن تصير مشكله. الجو بالسرك حسيت انه جو مختلف، بعيد عن الجو اللي كنت عايش فيه، بعيد عن جو المدرسه، بعيد عن جو الشارع، بعيد عن جو العيله، بعيد عن جو الدار، يعني شيء مختلف. الشيء الاساسي اللي حسيت فيه هناك انه في مساحه لكل حدا، لانه السيرك مش شيء محدود، مش شيء رياضه انه لازم تعمل 1 2 3 بالضبط، يعني هو شيء كثير مفتوح، كل حدا بيقدر يعمله بطريقته، فانا عندي طريقتي وانت عندك طريقتك وحدا ثاني عنده طريقته، فبصير الواحد يعني تفكيره ممكن يستوعب اشياء اكثر، انه الاختلاف شيء طبيعي والواحد بتقبل دائما راي الاخر، ما فيش انه شيء صح وشيء اسمه غلط.